وبشأن التطورات وتداعيات الأوضاع في غزة واستمرار الاحتلال في عملياته العسكرية في مدينة رفح، إضافة إلى الخسائر التي يتكبدها الاحتلال جراء العمليات النوعية من المقاومة في ظل الجدل الدائر حول اليوم التالي للحرب في غزة، ينضم إلينا من الضفة الغربية عبر سكايب عضو المجلس الثوري لحركة فتح الانتفاضة عبد المجيد شديد. أستاذ عبد المجيد، مرحبا بكم. يعني في اليوم 26 بعد 200 من العدوان على قطاع غزة، الاحتلال يواصل عملياته العسكرية الوحشية على القطاع ويرتكب في ذلك عدة مجازر، خاصة كانت أبشعها في جباليا. ولكن السؤال المطروح هنا، بماذا تفسر لنا يعني عودة الضربات النوعية للمقاومة في شمالي القطاع؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام، والرحمة لأرواح شهدائنا الأبطال، والتحية للمقاومة التي تسطر أروع ملاحم التحدي والصمود أمام عربدة هذا الاحتلال الصهيوني والإبادة الجماعية التي يقوم بها ضد المدنيين. يعني من اللحظة الأولى لبداية هذه المعركة من 7 أكتوبر وقلنا للجميع بأن المقاومة الفلسطينية أعدت نفسها جيدا إلى معركة طويلة الأمد، وهذا ما يحدث اليوم. المقاومة الفلسطينية تضرب وهي تستعمل طريقة الحرب العصابات كما نرى جميعنا، تضرب في مكان وأيضا تنتقل إلى مكان آخر وتعيد بنيتها. يعني قبل أيام بسيطة أو شهر أقل قليلا كانت مخيم جباليا عرضة لاجتياح كامل في هذا المخيم، وانسحب الاحتلال منه وسرعان ما عادت المقاومة الفلسطينية بناء نفسها وبناء نفسها بقوة، كما نرى اليوم العمليات البطولية التي تخرج من مخيم جباليا، الفيديوهات والأفلام التي تعرضها المقاومة الفلسطينية وهي يعني تضرب الاحتلال الصهيوني في المقتل. رأينا المقاوم الفلسطيني عندما حمل العبوة ووصل إلى مجمع للآليات، ليس آلية واحدة، كانت عدة آليات، وزرع العبوة تحت الآلية وجنود الاحتلال يعني على الأرض كانوا لن يروها من الخوف. عندما نقول من الخوف، لأن الجندي الصهيوني الذي يذهب إلى المعركة في قطاع غزة هو يذهب وهو مجبر للذهاب إلى هذه المعركة، ليس كالمقاوم الفلسطيني. المقاوم الفلسطيني هو يدافع عن أرضه وعن عرضه وعن يعني الناس العزل، عن أبنائه وعن شعبه الأعزل، لذا يقاوم بكل قوة وبكل عنفوان وبكل صمود وعن عقيدة. لكن الجندي الصهيوني الجميع يرى وهو كالجبان يذهب إلى هذه المصفحة وإلى المنزل ليحتمي من المقاوم الفلسطيني. وبعد تنفيذ المقاومة الفلسطينية العمليات البطولية النوعية التي رأيناها جميعنا، هذا يدل بأن المقاومة الفلسطينية هي صاحبة الزمام على الأرض وهي قوية ما زالت بعد 8 أشهر. نحن نقترب الآن من الشهر 8 والمقاومة الفلسطينية ما زالت قوية. وأنا أتحدث معك قبل قليل كانت هناك صفارات الإنذار في غلاف قطاع غزة، وهذا يعني بأن صواريخ المقاومة ليس فقط على المقاومة الفلسطينية الذي يضرب الدبابة بالار بي جي أو بالقذائف المصنعة محليا، بل الآن أيضا يطلق صواريخ المقاومة التي من اللحظة الأولى لهذه المعركة لم تتوقف، ولا كانت هناك يعني وصلت إلى أراضينا المحتلة، إلى القدس وإلى تل أبيب والسبع وإلى كل مدن الأراضي المحتلة في فلسطين التاريخية. طيب، الآن الاحتلال الصهيوني يذهب بعد أن يفشل بمواجهة المقاومة الفلسطينية إلى يعني تعليق فشله هذا على ارتكاب المجازر والتدمير، ولن يسلم منه الحجر ولا البشر ولا المساجد. طيب أستاذ عبد المجيد، نعم، فشل هذا الاحتلال الصهيوني. دعني أرحب باسمكم، ينضم إلينا عبر الهاتف من طول كرم الصحفي الفلسطيني معين شديد. أستاذ معين مرحبا بكم. يعني تحدث الأستاذ عبد المجيد عن ما يرتكبه الاحتلال من مجازر، ولكن المقاومة لا تزال صامدة. ولكن السؤال ربما نطرحه عليكم، يعني ما هدف الاحتلال من إعادة استهداف منازل المدنيين في شمالي القطاع، خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الاحتلال كان قد سمح ولو جزئيا بعودة النازحين؟ تحياتي لك أستاذ محمد وللضيف الكريم ولكل من يتابع ويستمع ويشاهد. يعني حقيقة الاحتلال لا يزال، وتحديدا بنيامين نتنياهو وزمرته سموتريتش وبن غفير، يحاولون الوصول إلى صورة نصر ما في قطاع غزة في ظل الانتكاسات العديدة التي
يتلقوها هم وجيش المحتل والذي يقتحم ويداهم ويجتاح مناطق قطاع غزة. نتنياهو كان أعلن في السابق أنه تمكن من القضاء على كتائب حماس في الشمال وخلال خلال العمليات البرية في الشمال، وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشمال كانت تنطلق الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة، كانت تنطلق المقاومون ينطلقون في عمليات فدائية باتجاه القوات الغازية. فبالتالي هذا هو يعني الدليل، أكبر دليل فشل على فشل عملية الاحتلال في الشمال من قطاع غزة. بالتالي هو إصرار كامل على الآن، هو يتحدث عن التوجه إلى الجنوب ويريد القضاء على كتائب المقاومة وتحديدا حماس، الكتائب الأربعة التي يدعي أنها موجودة في مدينة رفح. فبالتالي عندنا نشاهد خلال الأيام الماضية وكأن الحرب عادت من جديد حتى في ظل العمليات العدوانية لجيش الاحتلال في قطاع غزة وتحديدا في مدينة رفح. فبالتالي هي الانتكاسات، وبيحاول ولو بشتى السبل حتى لو أدى إلى قتل عشرات الألاف، ليس أعداد فقط، هو كما يدعون تمكنوا من القضاء على مجموعات عسكرية، هم نتحدث عن آلاف الشهداء الذين ارتقوا خلال الأيام الماضية منذ الأول من الشهر الجاري، وحيث بدأت عملية رفح وعدوان الاحتلال الموسع على هذه المدينة التي تمكن 800,000 مواطن من النزوح منها إلى الشمال. فبالتالي كل قطاع غزة المقاومة موجودة ولا يمكن القضاء عليها تحت يعني تحت كل الظروف، فوق الأرض وتحت الأرض موجودة. فبالتالي نتنياهو يحاول قتل أكبر عدد ممكن من المسلحين من المواطنين في محاولة استعادة صورة النصر التي تحدثت عنها، إضافة إلى ذلك أنه يعتقد أنه بالضغط العسكري وبالقتل والتشريد والنزوح يمكن أن يجبر أو يطوع المقاومة الفلسطينية حتى تخفف من مطالبها بشأن صفقة الهدنة، وخاصة فيما يتعلق بالانسحاب من قطاع غزة أو تحرير الأسرى. أستاذ عبد المجيد، نبقى في الوضع الميداني وما هو موقف المقاومة الفلسطينية هناك في قطاع غزة، سواء كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. يعني خاضت المقاومة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال، قصفت تجمعاته، عادت الرشقات الصاروخية واستهدفت مدينة عسقلان وربما بعض المناطق الصهيونية. ولكن كيف نفسر هذا الصمود التكتيكي للمقاومة رغم مرور 226 يوما مع حصار مطبق كامل يعاني منه قطاع غزة؟ هذا يدل بأن المقاومة الفلسطينية تخطط بتكتيك عالي، واليوم هناك تطور عند المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. عندما نتحدث اليوم بأن المقاومة الفلسطينية هي ليس كالضفة، الضفة يعني محتلة من الاحتلال، نعيد نرجع للحديث إليها، والآن سنركز في حديثنا عن قطاع غزة مؤقتا. عندما نقول بأن الضفة قطاع غزة اليوم يعيد البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية خلال أيام قليلة، هذا يعني بأن هناك يعني تكتيك عالي وهناك تخطيط في العمل النوعي للمقاومة الفلسطينية. عندما بدأت المعركة في 7 أكتوبر هي يعني تحدثت المقاومة الفلسطينية بأنها جاهزة ل يعني أطول فترة لهذه العملية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني الإبادة الجماعية على قطاع غزة. اليوم نتحدث عن المقاومة الفلسطينية 8 شهور وهي يعني تطلق الصواريخ وهي محاصرة، للعلم بأن قطاع غزة محاصر قبل بداية يعني 7 أكتوبر، هناك يعني حصار منذ أكثر من 17 عاما على قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية طورت نفسها بالأدوات البسيطة من الحجر إلى السكين إلى المولوتوف، وغير لما وصلنا اليوم إلى الصاروخ الذي يفجر الدبابة المصفحة. واليوم المقاومة الفلسطينية لسان حالها هي الوحدة التي تتجلى بجميع أطياف الشعب الفلسطيني، بجميع أذرع المقاومة الفلسطينية في الميدان، جميعها هي لسان حالها بأن لابد التخلص من هذا العدو الصهيوني بالمقاومة والكفاح المسلح.
أما الضفة الغربية هي ليس ببعيدة عن ما يحدث عن قطاع غزة من بداية هذه المعركة من 7 أكتوبر، والضفة الغربية قبل بداية 7 أكتوبر بعامين، والضفة الغربية تتعرض إلى عملية اغتيال للمقاومين الفلسطينيين واجتياح إلى مخيمات الضفة الغربية ومدن الضفة الغربية واغتيال لقادة المقاومة الفلسطينية وإلى الشباب السائر في الضفة الغربية، وما زلنا نرى أن المقاومة الفلسطينية يعني عندما يتاح لها المجال تنفذ عمليات فدائية في الضفة الغربية بكل الوسائل المتاحة لها. ومن بداية هذه المعركة رأينا بأن المقاومة الفلسطينية نفذت عدة عمليات فدائية ومن ضمنها في القدس العاصمة، القدس الذي يتحدث عنها الاحتلال الصهيوني أنها الأكثر تحصينا، وأيضا في أراضينا المحتلة عام 48 يعني نفذت أكثر من عملية وخرجت من الضفة الغربية، وهذا يدل بأن المقاومة الفلسطينية أيضا في الضفة الغربية لن تتأنى لحظة عن تنفيذ أي عمل فدائي، رغم بأن للتوضيح بأن الضفة الغربية من اللحظة الأولى لتنفيذ هذه العملية البطولية 7 أكتوبر والهجمة الصهيونية على قطاع غزة، وهي فصلت مدن الضفة الغربية جميعها يعني بعضها عن بعض وقطعت الطرق والقرى والمدن التي تصل إلى الخطوط التي يمر منها الالتفافية التي يمر منها المغتصبين الصهاينة، خوفا من تنفيذ المقاومين الفلسطينيين والشباب السائر لعمليات فدائية، إلا أن المقاوم الفلسطيني والشاب السائر الفلسطيني لأنه صاحب قضية عادلة وبأنه صاحب هذه الأرض ينفذ هذه العمليات ولن يتآنى لحظة عن الدفاع عن أبناء شعبه العزل التي يرى المجازر والإبادات الجماعية في قطاع غزة، ونحن شعب واحد من في جميع أنحاء الضفة وغزة والقدس وأراضينا المحتلة عام 48 نحن فلسطينيين. أستاذ معين، هناك تصريح لقائد فرقة غزة السابق في جيش الاحتلال يقول إن الجيش الإسرائيلي يتخبط في القطاع، أيضا مكانة تل أبيب الإقليمية تتآكل. إذا كانت مثل هذه التصريحات طبعا بطبيعة الحال هي تكشف عن حالة انقسام وتخبط داخل الكيان، هل لها أثر على مستوى الداعمين الغربيين أستاذ معين؟ يعني حتى اللحظة حقيقة نتنياهو وجيشه يواصل عدوانه على قطاع غزة وعلى شعبنا الفلسطيني بكافة أنحاء فلسطين. ما يجري هو حرب إبادة، ما يجري هو مخطط ينفذه الاحتلال الإسرائيلي تحت كل الظروف، ومهما بلغت تضحيات هذا الجيش الذي قيل عنه أنه لا يقهر وحقيقة أنه يقهر ويتخبط في وحل ورمال قطاع غزة. ما يجري في القطاع من عمليات نوعية تنفذها المقاومة الفلسطينية هناك تؤكد أن هذا الجيش يتخبط. كل منزل يقتحم جيش الاحتلال يتم تفخيخه، وشاهدنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من البيانات العسكرية المصورة التي تشير إلى كيفية تفخيخ هذه الأماكن واستهداف قوات الاحتلال بكل سهولة. غالبية جيش الاحتلال يعاني أوضاع نفسية صعبة للغاية، غالبيتهم يعودون إلى مصحات نفسية يتلقون العلاج، عدا عن من يعود سواء من مصابون سواء بقطع الأرجل أو الأيدي أو إصابات حرجة، ونشاهد الطائرات وهي تنقل الجرحى من داخل القطاع إلى المستشفيات الإسرائيلية. فبالتالي هو يصر على استمرار هذا العدوان حتى يطيل من عمر حكومته، هذه الحكومة اليمينية المتشددة وهي حكومة عصابات حقيقة يقودها نتنياهو بدعم من سموتريتش وبن غفير. ما يجري حتى يعني بالنسبة للدعم الغربي، أمريكا تواصل دعم إسرائيل، وأمريكا تختلف مع نتنياهو ولكن لا تختلف على إسرائيل، فهي يعني أسطول المساعدات متواصل رغم قيام الإدارة الأمريكية بالإعلان عن أنها لن تقوم بتزويد دولة الاحتلال بأنواع معينة من القذائف والصواريخ، لكن كل ذلك يعني غير صحيح. عمليات الدعم متواصلة، حتى الدول الأوروبية ودول أخرى تدعم دولة الاحتلال بالسلاح، وكما قال نتنياهو ذات يوم أنه حتى لو توقف الدعم سنواصل العملية وسنحقق بما سماه الانتصار بأظافرنا. فبالتالي هو لا يكترث حقيقة حتى اللحظة بأي ردود فعل سواء عالمية أو حتى إسلامية أو عربية أو حتى داخلية. نشاهد يوم
داخليا في تل أبيب وفي قلب تل أبيب وفي مدينة القدس المحتلة وفي المدن الكبرى في الداخل الفلسطيني، نشاهد مئات الآلاف يخرجون إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط هذه الحكومة، ولكن هو مصر على البقاء مستندا إلى أغلبية 64 عضو داخل الكنيست، وهذه بالنسبة له إنجاز كبير. لا يمكن مثل هذه الحكومة أن تستقيل أو أن ترحل رغم تصريحات المعارضة الإسرائيلية ورغم تصريحات كانس بالأمس. شاهدنا كيف كانت ردود فعل بنيامين نتنياهو وشاهدنا ردود فعل بن غفير وسموتريتش. فبالتالي هو مصر تحت كل الظروف ورغم الانتكاسات العديدة التي لا تعد ولا تحصى حتى اللحظة، سواء له سياسيا أو عسكريا في واحد غزة، لم يكترث لمثل هذه الأمور. أستاذ عبد المجيد، بحسب صحيفة الواشنطن بوست فإن مسؤولين أمريكيين يرون فشلا استراتيجيا واضحا في خطة إسرائيل داخل قطاع غزة، ولكن في هذا السياق هل تعتقد أن هناك ربما تكون فرصة قريبة للعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن هذه المرة يعني ربما تحمل شروط مغايرة؟ يعني هي ليس فقط الشيطان الأكبر في المنطقة أمريكا التي ترى بأن عملية نتنياهو وهذه العملية العسكرية في قطاع غزة هي فاشلة، بل أيضا نسمع الأصوات التي والخلافات الداخلية أيضا في الكيان الصهيوني والشارع الصهيوني الذي يخرج الآن في أراضينا المحتلة ليحتج على هذه أيضا العملية. وأيضا سمعنا يوم أمس يعني لهجة والتصعيد في الداخل بين المعارضة وبين نتنياهو، وهم يقولوا له بأننا يعني بأنه فاشل في هذه ويجب إسقاط هذه الحكومة. يعني اليوم هو يعني يعلم جيدا هذا نتنياهو بأنه في حال وافق إلى الشروط التي فرضتها المقاومة، وحتى ووصلوا إلى يعني إلى الاتفاق إلى تبادل الأسرى وأيضا إلى ما وضعتها من شروط المقاومة الفلسطينية بين الوسطاء والاحتلال الصهيوني، يعلم جيدا بأن نتنياهو انتهت حياته السياسية في اللحظة التي ستنتهي هذه المعركة على قطاع غزة. يعني سيذهب نتنياهو إلى المحاكمة وإلى انتهاء حياته السياسية، لذا يحاول يعني إطالة أمد هذه المعركة بكل الوسائل التي يعني متاحة إليه حتى على دماء أبناء شعبنا العزل. وهذا ما يقوم به اليوم، لا يقبل ما يحدث في الشارع الصهيوني من مسيرات بالمئات بل بالآلاف يخرج مسيرات، والجميع يرى على الشاشات هذا التلفزة وهم يعارضون هذه الحكومة وبما تقوم به في قطاع غزة. للعلم بأنه ليس يعارضون هذه الحكومة على يعني من أجل أن خوفا على الشعب الفلسطيني أو حقنا لدماء الشعب الفلسطيني الأطفال، بل خوفا على الجنود الصهاينة الذين هم بيد المقاومة الفلسطينية وهم الذين يعتقد الاحتلال بأن هؤلاء الجنود يعني موجودون في رفح، لذا يحاول الاحتلال ضغط الشارع الصهيوني الضغط على نتنياهو بعدم الاقتراب من رفح. للعلم بأن رفح من اللحظة الأولى هي في عين العاصفة، وهناك هناك عدة ضربات يعني تعرضت لها مدينة رفح من الطيران، وهناك شهداء يعني سقط بأعداد كبيرة في مدينة رفح. لذا يحاول دائما هذا نتنياهو في أي يعني جلسة للمفاوضات أو أي تحريك للمفاوضات يحاول أن يقع يعني يلوح باجتياح رفح للضغط على المقاومة الفلسطينية. للعلم لا أحد يعلم أن أين هم الجنود الذين هم بيد أو الضباط الذين هم بيد المقاومة الفلسطينية أو أيضا قادة المقاومة الفلسطينية، لا أحد يعلم يعني أين هم، هل هم في الشمال أو في الجنوب. رأينا في عمليات التبادل التي حصلت في بداية المعركة بين الاحتلال الصهيوني والمقاومة الفلسطينية الأسرى الصهاينة الذين يعني خرجوا، هناك جزء منهم خرج من شمال قطاع غزة والجميع رأى، وكان شمال قطاع غزة هو محاصر من الدبابات ومن الاحتلال الصهيوني، وهذا يعني بأن هناك يعني أماكن أعدتها المقاومة الفلسطينية محصنة جيدا، ولا أحد يعلم أين هي قادة المقاومة والجنود الصهاينة. وهذا يعني فشل يعني ذريع لهذه الحكومة ولهذا الجيش المهزوم الذي بإذن الله تعلن المقاومة الفلسطينية أن نصل عليه قريبا بإذن الله. أستاذ معين، بدقيقتين لو تفضلتم في ذلك، بعد أن استكملت القوات الأمريكية البناء المؤقت في غزة، هل ما زالت فكرة تهجير الأهالي من غزة حاضرة في أذهان وأهداف بناء هذا الميناء؟ طبعا يعني هذه الفكرة موجودة وهذا الاحتمال متوقع. نحن نتحدث
عن قيام أمريكا بصرف 350 مليون دولار بدل إقامة هذا الميناء. هل هذا لإدخال المساعدات؟ كان بإمكان أمريكا الضغط أكثر على حكومة نتنياهو لإدخال المساعدات برا، ولكن هناك أكثر من علامة استفهام حول هذا الميناء وأحد هذه وأيضا تحذيرات من إقامته، من بينها تهجير سكان قطاع غزة من خلال هذا الميناء والوصول إلى قبرص ومن ثم إلى الدول الأوروبية، وهذا ما حذر منه أكثر من جهة فلسطينية وعربية وحتى دولية. فبالتالي نحن نتحدث يعني هذا الميناء يخدم أهداف ليس من بين حماية الناس وتخفيف معاناتهم، وأيضا ربما يهدف إلى إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية بالتنسيق مع دولة الاحتلال وأيضا للانقلاب على العنروة والتحكم بإدخال المساعدات، رغم قيام الإدارة الأمريكية بالإعلان أنها لن يكون لها أي تواجد على الأرض الفلسطينية في قطاع غزة. فبالتالي هذا الميناء له أبعاد سياسية واقتصادية أكثر من إنسانية، وأيضا لحماية التجارة مع دولة الاحتلال. مخطط التهجير من خلال هذا الميناء قائم، وهناك تخوفات فلسطينية يعني من بعد إقامة هذا الميناء وتشغيله. عبر سكايب من الضفة الغربية عضو المجلس الثوري لحركة فتح الانتفاضة عبد المجيد شديد، وكان معنا عبر الهاتف من طول كرم الصحفي الفلسطيني معين شديد، شكرا جزيلا.